اهلا بيكم في حلقه جديده من السيرس بتاعه الاس دي ايه. لو انت لسه الاول ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، فعل زر التنبيهات، اعمل لايك للفيديوهات وشير، واكتب لنا في الكومنتس تحت اي اسئله عندك. طيب معلش الشكل البرزنتيشن الغريب، اللي اوت الغريب دوت، لان انا عندي مشكله في الباوربوينت ديت، فكل ما اعمل لها برزنتيشن تطلع بره تاني، فهنقضيها كده المره دي. طيب هنتكلم عن ايه في الحلقة ديت؟ هنتكلم عن الـ SD Access، ازاي اوصله بالـ External Network. طيب هو ايه السياق اصلا بتاع الحلقة ديت؟ سياق مربوط بالخمس ست حلقات اللي فاتوا، اللي هما الـ Border Node. احنا قلنا من شغلانة الـ Border Node ان هو يوصلني بالعالم الخارجي. طيب احنا خدنا المرة اللي فاتت او المرات اللي فاتت هو نفسه بيشتغل ازاي. المرة دي هناخد ايه النكست ستيب اللي بعده، ايه الديفايسز اللي ممكن تبقى واصله عليه في الاكسترنال نتورك ديت، عشان هي فعلا اللي هتحقق لك كوميونيكيشن مع الاكسترنال نتورك. احنا هنتكلم النهارده كل كلامنا بره الفابريك مش جوه الفابريك. اوكي طيب بسم الله. هنا بس مراجعة كده سريعة عن الـ على البوردرز. احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان البوردرز عندنا ثلاث انواع، internal external anywhere. طيب قلنا قبل كده ان ايه الفاصل او ايه الفيصل ما بينهم، انا هستخدم internal ولا external ولا anywhere على حسب. احنا عارفين ان الانترنال لما بيبقى عارف subnets بيرجسترها مع control plane node، الاكسترنال لما بيبقى عارف subnets ما بيعمل لهاش registration مع control plane node. فانا هشوف بقى على حسب استخدامي انا عاوز ايه. وعرفنا في الحلقات اللي فاتت امتى انا مجبر ان انا استخدم اكسترنال، زي مثلا في حاله الاس دي اي ترانزيت، انا لازم يبقى الاكسترنال فانكشناليتي ديت انيبلد، فيا اما استخدم ده يا اما استخدم دوت، بما ان دوت برضو الاكسترنال فانكشناليتي انيبلد عليه. تمام، فلو انت لسه متلخبط في الحته دي لا ارجع للحلقات اللي فاتت، ولو عندك اي اسئله اكتب لي في التعليقات. اوكي هنتكلم احنا على ايه في العموم الحلقه ديت، مينلي على الانتربرايز نتورك ديزاين. فهنتكلم الاول في حته التراديشنال نتورك ديزاين. تراديشنال معناها ايه؟ ما هو ليس اس دي اي. تمام، ايه هو يعني ايه؟ يعني انا لسه ما عنديش اس دي اي، طب هديزاين النتورك في العادي ازاي؟ فطبعا زي ما احنا عارفين احنا الاول بيبقى عندنا ادي الكامبوس نتورك، دي عباره عن كور ديستريبيوشن اكسس. تمام، وبعد كده عندنا لو مثلا عندي هنا الوايرلس كنترولرز بحطها في مكان بيسموه شيرد سيرفيسز او سيرفيس بلوك. وبعد كده عندي ده ممكن على فكره يعتبر كانه داتا سنتر كده صغيره. وبعد كده عندي التراديشنال داتا سنتر او داتا سنتر بالاي سي اي او الاثنين. طبعا الاي سي اي هو عباره عن ايه؟ هو يعتبر الاس دي اي بتاع الداتا سنتر، بس ده برودكت تاني من سيسكو، ان شاء الله لو ربنا اراد ممكن نبقى نعمل له برضه سلسله. والداتا سنتر العاديه هي التراديشنال العاديه اللي هي بالنكزس سويتشز العاديه من غير اي اي سي اي، من غير اي اوتوميشن. وعندنا طبعا في الجست وايرلس كنترولرز او الانكر وايرلس كنترولرز، والانترنت ايدج اللي هو الفاير وول او بروكسي او وات ايفر انت عندك ايه، وده الانترنت راوتر. وعندك ديت الام بي ال اس او المترو ايثرنت او وات ايفر برضه انت مستخدم ايه في الوان ما بين فروع شركتك مثلا. وعندك فرعين فور اكزامبل للشركه، ممكن بعض الفروع بيبقى فيها دايركت انترنت وبعض الفروع ما بيبقاش فيها دايركت انترنت، ده بيبقى على حسب الديزاين بتاعك. فده كده الاوفر اول ديزاين اهو. طبعا احنا هتقابلنا الرسمه دي كذا مره بس خلاص احنا مش هنشرحها تاني، احنا اوريدي شرحناها ان ديتيلز. طيب السلايد اللي بعدها هتلاقي هيها نفس الرسمه، بس بدل ما هنا بيقول لك 3 تيرز لا هنلاقيها 2 تيرز بس. فهنا بص الفرق الوحيد في الحته ديت ان هنا بدل ديستريبيوشن وكور بقى ديستريبيوشن بس، و او سوري بقى كور بس وبسميه كولابسد كور. اوكي لكن غير كده هي نفس التوبولوجي. طيب في حاله بقى الاس دي اكسس التوبولوجي هيبقى شكلها عامل ايه؟ خلي بالك هو الاس دي اكسس لما جه
ودي نقطة مهمة أوي سيسكو بتركز عليها. الـ SD Access مش جاي يغير النتورك ديزاين، لا هو جاي يحسن النتورك ديزاين، بمعنى إن المفترض إن الـ SDE لما يجي يمنتين أو يعمل مينتنانس لنفس النتورك ديزاين اللي إحنا متعودين عليه، اللي هو التراديشنال اللي إحنا شفناه. فعشان كده انت هتلاقي في الكلام اللي احنا بنقوله احنا عندنا عادي اكسس وكور وديستريبيوشن. هنا طبعا هو بس البرزنتيشن معلش الكواليتي بتاعتها مش قوي، فهنا المفروض في كور سويتشز، وطبعا عندي الكنترول بلين نود موجودة هنا، والكور سويتشز دولت اللي هم البوردرز. تمام، دي سي اند انترنت بوردرز. دي سي هنا يقصد بيها اللي هو زي الاكسترنال، زي سوري الانترنال بوردر، والانترنت طبعا زي الاكسترنال بوردر. هنا بس هنلاقي في حاجه اتضافت في النتورك ديزاين ما كانتش موجوده قبل كده، اللي هم الفيوجن راوترز. دول الضيف الوحيد اللي ظهر جديد عندنا في حته الاس دي. ايه هم الفيوجن راوترز؟ هم تو راوترز او وان راوتر، وات ايفر انت عاوز ريدندنسي ولا لا. شغلتهم الأساسية حاجتين، الحاجة الأولانية انتر في ان كوميونيكيشن، يعني هما بيوصلوا ما بين الفي انز اللي جوه وبعضها، وتاني حاجة ان هما بيوصلوني بالاكسترنال نتورك او الاكسترنال وورلد بقى، سواء داتا سنتر سواء انترنت سواء الام بي ال اس وان بتاعي whatever. تمام كده. طيب هنا بقى البوردرز بيتكلموا مع الفيوجن راوترز ديت ان هم بيعملوا فانكشن كده اسمها لير 3 هاند اوف. اللير 3 هاند اوف دوت هو كل اللي احنا شرحناه الست حلقات اللي فاتوا او السبع حلقات اللي فاتوا، من اول ما ابتدينا من بعد الوايرلس، من اول ما ابتدينا نتكلم عن البوردرز، هو كل دوت اسمه لير 3 هاند اوف. معناها هاند اوف يعني تسليم، يعني هم بياخدوا اللير 3 ترافيك كده من ايده يسلموه للفيوجن راوترز، والفيوجن راوترز ديت بقى على حسب الكونفيجريشن بتاعتها هي بتعمل ايه. تمام، احنا قلنا الفيوجن راوترز بتعمل حاجتين اساسيين، ان هي بتعمل انتر في ان كوميونيكيشن، هي اللي بتوصل الفي انز اللي جوه ببعضها، يعني هي اللي بتعمل روت ليكنج عشان اتنين في ان يكلموا بعض، وبتوصلني بيه الاكسترنال نتورك. تمام اوكي. طيب ايه بقى المودلز بتاعت البوردر كونكتيفيتي؟ اوصله ازاي؟ كونكتيفيتي تو اكسترنال نتوركس في التراديشنال ديزاين. خلينا الاول نبتدي بالتراديشنال ديزاين. طب احنا ليه اصلا بنشرح التراديشنال ديزاين؟ لان احنا قلنا ان الاس دي اي ما غيرش الديزاين اللي احنا اوريدي عارفينه، هو بس بيعمل ايه؟ هو بيحسن منه. اوكي، فهنا في العادي خالص احنا بنتكلم عادي جدا، احنا عندنا ايه؟ Data center routes are advertised to the campus core via DC edge switch via BGP او IGP. يعني ايه؟ دولت موصلين مثلا BGP او اي IGP ما بينهم وبين بعض، و بي اكستشينج روتس، و campus core imports these routes into enterprise network، لان هو دوت الجيت واي بتاع السايت كله. تمام اوكي ماشي. ايه تاني اللي بيحصل في حاله الانترنت؟ بيبقى في ديفولت راوت جاي من الانترنت ايدج للكور سويتش، فالكور سويتش ده بيبقى عنده ديفولت راوت بيطلعه على الانترنت. طيب وايه كمان؟ وبالنسبه للوان اللي هي السايتات التانيه، بيبقى الوان ايدج دوت زايع برضه، مشغل بي جي بي اي جي بي، حتى ستاتيك راوتنج على الكور مش فارقه، وبيعمل اكستشينج للروتس، والسايت دوت لو عاوز يوصل لاي سايت تاني بيبقى ثرو الكور سويتشز بتاعته. فده كده التراديشنال العادي جدا. وطبعا لو احنا عاوزين نطلع للجست، فالجست ترافيك بيروح على الانكر كنترولر. طبعا هو المفروض الجست ترافيك بيعمل ايه فعليا، يعني عشان برضه نبقى فاهمين، الجست ترافيك بيطلع على الكنترولر ده. الكنترولر دوت بي كان اسمها نوع كده من التانلينج مستخدم،
ما بين الفورين كنترولر والانكر كنترولر، وبعد كده الانكر كنترولر بيبعت الترافيك بقى على الفايروول ويطلع منه على الانترنت. تمام. طيب ايه اللي حصل بقى في حتة الـ SDA؟ هنا بقى في حتة الـ SDA احنا عندنا المفروض البوردر نودز هي اللي بتعمل التوصيلات دي برضو، يعني لان البوردر نودز هيها الكور سويتشز. ولكن هنا بقى في عندي فيوجن راوتر، المفروض بقى ده الكور سويتشز ديت بتعرف، فهنا الكور نودز ديت اللي هي البوردر نودز المفروض ان هي واصله بالفيوجن راوتر، وهنشوف دلوقتي التوصيله ديت هتبقى عامله ازاي، او يعني الراوتنج ماشي ازاي وكده. واي روتس جايه من الداتا سنتر الفيوجن راوتر عارفها وبيذاعها ليه البوردر نودز وهكذا. يعني هي نفس الفكره، بس هنا الفيوجن راوتر موجود. ليه الفيوجن راوتر موجود؟ مينلي عشان الانتر في ان كوميونيكيشن، وهنفهم الحته ديت قدام يعني كمان دقيقتين ثلاثه. طيب فهنا احنا عندنا، خلينا كده نرجع تاني، داتا سنتر اند انترنت بوردر نيدز تو بي اني وير انترنال. هنا اي البوردر المفروض اللي هيوصلني بالداتا سنتر المفروض يبقى انترنال، والبوردر اللي هيوصلني بالانترنت المفروض يبقى اكسترنال. تمام كده؟ يعني دولت البوردرز اللي هنا، ما دام انا عندي انترنت وعندي داتا سنترز، البوردرز اللي هنا هتبقى اني وير. اوكي؟ تمام. طيب هنا السلايد بقى اللي بعدها، داتا سنتر اند انترنت بوردر نيدز تو بي اني وير، ده زي ما احنا اتفقنا. ليه؟ زي ما احنا قلنا، لان بتاع الانترنت هيجي له هنا ديفولت راوت، وبتاع الداتا سنتر هيجي له الاكزاكت روتس. هنا في حاله بقى السيطات الصغيره، البوردر بتاعهم يبقى عامل ازاي؟ هنا بص، ده سايت صغير ما عندوش غير ام بي ال اس، يبقى دوت يبقى انترنال، يبقى دوت هيبقى انترنال بورد. و هنا بقى حته الجست بوردر ديت، دي حته مهمه قوي. خلي بالك انت المفترض في الفابريك، احنا قلنا في الوايرلس انت بتشتغل نوع من الاثنين في الوايرلس في الاس دي اي، يا اما اوفر ذا توب يا اما فابريك enabled، او اللي هو الفابريك وايرلس. لو اوفر ذا توب يبقى الجست بوردر ده ملوش وجود. معلش انا اسف، الجست كنترولر ملوش وجود، وبنستبدله بايه؟ بي جست بوردر وجست كنترول بلين نود، زي اللي شرحناهم في الحلقات اللي فاتت. طيب لو انا تاني، معلش تاني، لو انا شغال اوفر ذا توب يبقى احط جيست انكر كنترول، لو انا شغال اس دي اي ما احطش جيست انكر كنترولر وبدله بيه جيست بوردر وجيست كنترول بلين نود. طبعا لو البوردر بقى اللي المفروض هيبقى واصل بالجيست بوردر في النهايه والجيست كنترول بلين نود، يعني الجيست بوردر ده المفروض يبقى اكسترنال، الجست بوردر ده بيبقى اكسترنال. ليه؟ لان اصلا انا بروح له من الايدج، بروح له على طول. ليه؟ علشان يطلعني على الانترنت. اوكي. طيب ايه تاني؟ بص بقى، دي نقطة مهمة قوي. ده اعتبر كده، تخيل ده شكل البوردر، ده شكل البوردر. بص البوردر فيه كذا في ان. اولا في الاندرلي هي شغال على الجلوبال راوتنج تيبل، ده في الاندرلي. الانفرا في ان، في في ان دي كرييتد باي ديفولت اسمها انفرا في ان، ديت موجوده ليه؟ علشان حاجتين بس، الاكسس بوينتس والاكستندد نودز. ديت الاندرلي بتاع الاكسس بوينتس والاكستندد نودز، وفي عندي الديفولت في ان
ديت اي يوزر ما تحطش في في ان فبيتحط في اليوزر في ان ديت، او اللي هي الديفولت في ان ديت باي ديفولت. وبعد كده عند اليوزر ديفايند في انز بقى اللي هي الفي انز اللي انا بكريتها. يبقى انت باي ديفولت انت عندك في اتنين في انز اوريدي كرييتد، الجلوبال راوتنج تيبل ما بيتحسبش من الفي انز لان ده الاساسي اصلا، وعندك اتنين في انز دول موجودين اوريدي، وبعد كده انت بتقدر تكريت الفي انز بقى اللي انت عاوزها. الاتنين في انز اللي هي الانفرا والديفولت دولت ما تقدرش تلعب فيه، ما تقدرش تغيرهم، تمام؟ فانت هنا عشان تتخيل البوردر، هو البوردر عباره عن كانه راوتر او سويتش متقسم كذا في ان، او هو مش كانه، هو فعليا يعني. طيب الكونكتيفيتي بقى تو نون نتوركس زي الداتا سنتر والوان فيا اني وير ريست اوف كومباني بوردر اللي هو الاني وير او الانترنال، بتتم ازاي؟ هنا بيبقى عندي ادي اتنين بوردرز اهمت وواصلين، ممكن بفيوجن راوترز او معلش زي ما بقول لكم كواليتي مش حلوه، يا اما بفيوجن راوترز او ممكن على فكره يبقوا واصلين بالداتا سنتر دايركت، يعني واصلين على طول بالسويتشات بتاعت الداتا سنتر، بس ده مش ريكومندد. ريكومندد دايما تحط فيوجن راوتر بيبقى عليه راوتنج كابابيلتي، وتقدر تقسمه بقى من جوه في ار اف لايت، كل في ان من هنا تمابها مع في ار اف على الراوتر اللي قدامك. وفي ديبلويمنت جايد ازاي تقدر تكونفيجر الفيوجن راوتر دوت لسيسكو، هحطه لكم تحت في الديسكربشن. خلي بالك لحد دلوقتي ما تقدرش تعمل اوتوميشن بالدي ناك للفيوجن راوتر، لحد دلوقتي مش سبورتد، فلازم الكونفيجريشن بتاعته تعملها مانيوالي. تعملها مانيوالي ازاي؟ عن طريق الديبلويمنت جايد اللي انا هسيبه لكم في الديسكربشن تحت. فهنا زي ما قلنا كل في ان قدامها في ار اف، ولو انت بقى عاوز في ان توصل بفي ان فانت تقوم عامل ايه بقى؟ روت ليكنج بالبي جي بي بقى، بالام بي بي جي بي زي ما كنا بنعمل كده ايام الام بي ال اس في بي ان. انا عندي في ان او في ار اف وفي ار اف وليك الروتس بقى ما بينها، تمام كده؟ طيب يبقى انا الكنترول بلين عندي، طبعا انا عندي جوه لسب ما بين البوردر والفيوجن راوتر عندي بي جي بي ام بي بي جي بي المفروض، و جوه بقى الداتا سنتر عندي اللي عندي بقى انا حر، يعني لو شغال اي سي اي شغال اي جي بي اي جي بي شغال اي حاجه انا حر. طيب والداتا بلين هنا طبعا انا جوه هنا شغال في اكس لان، هنا شغال في ار اف لايت، طبعا في ار اف لايت معناها هو داتا عاديه جدا لير 3 ترافيك عادي جدا، بس طالع من الفي ان على حسب هو طالع من انهي في ان رايح لانهي في ار اف، تمام؟ وجوه بقى الداتا سنتر او في الوان وات ايفر شغال اي بي ام بي ال اس اي سي اي اس دي وان انا حر. طيب جميل جدا. هنا هي نفس الفكره زي ما بقول لك، بس هنا بقى مفيش اصلا فيوجن راوتر، انا واخد الام بي ال اس نتورك بتاعتي او الاي بي سيك او وات ايفر على طول على البوردر نودز، بس ده مش ريكومندد من سيسكو قوي يعني. وهنا حتى هم بيشرحوا لك لو انا عندي تو بوكسز او وان بوكس، يعني ايه تو بوكسز او وان بوكس؟ وان بوكس يعني البوردر هو اللي شغال مع الوان من غير فيوجن راوتر، وتو بوكسز لو في عندي بوردر لوحده وفيوجن راوتر لوحده. هنا الوان بوكس ديزاين انترنال اور اكسترنال دومين راوتنج از اون ذا سيم ديفايس، يعني هو ديفايس واحد بس، ده سيمبل ديزاين من غير اي اكسترا كونفيجريشن من غير قلب الدماغ. بوردر ديفايس ويل ادفرتايز روتس تو اند فروم لوكال فابريك دومين تو ذا اكسترنال دومين، هو اللي هيذيع يعني هو حلقه الوصل ما بين الفابريك والاكسترنال دومين. كان في حالة بقى تو بوكس ديزاين الفيوجن راوتر فعليا هو حلقة الوصل. طب التو بوكس امتى؟ internal and external domain routing are on different devices، يعني ده واخد ال internal routing وده واخد ال external routing. requires two devices with BGP in between to exchange connectivity and reachability information، دولت كده محتاجين ما بينهم BGP، الراوتر والسويتش دولت محتاجين BGP. This model is chosen if the border doesn't support the functionality، يعني لو البوردر دوت مثلا مش قادر، انا مثلا محتاج اي بي سيك في الوان وهو مش قادر،
ما عندوش كابابيلتي اي بي سيك او دي ام في بي ان او عاوز اس دي وان، عاوز مثلا فيبتيلا، خلاص يبقى البوردر ده لوحده، وبعد كده هحط هنا السي ايدج بتاع الفيبتيلا وهكذا. وزي ما بقول لك، هو في الشركات يعني الكبيره 99% الموديل دوت هو اللي بيستخدم، لان انت بتبقى محتاج دايما تفصل الفيوجن راوتر عن البوردر. طيب هو هنا برضو ايه هي الشيرد سيرفيسز او السيرفيس بلوك اللي انا بقول لك عليه؟ هو عباره عن جزء في النتورك فيه شويه سيرفرات زي السيرفرات ديت، تمام؟ ودوت دايما محتاج له كونكتيفيتي مع الفابريك، لان ده مثلا اللي بيبقى فيه الديناك وده اللي بيبقى فيه الايس. اوكي، طيب اقدر اوصل له ازاي؟ نفس الفكره بالظبط، بوردر فيوجن راوتر يوصلك على الشيرد سيرفيسز او السيرفيس بلوك. اوكي تمام. طيب لو انا عندي داتا سنتر، هي هيها بقى خلاص، بوردر فيوجن راوتر، وبعد كده الفيوجن راوتر ده يتكلم زي ما اتكلم بقى في ار اف لايت. طبعا هنا ما بيتكلمش في ار اف لايت. بص، هي في برضو حتتين هنا، في تو اوبشنز. انا كده كده عندي كل ما هو الناحيه دي معمول له مابنج على الفيوجن راوتر بفي ار افس، كل في ان هتطلع على في ار اف. في عندي بقى تو اوبشنز للسيرفيس بلوك، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الناحيه الثانيه، خليني كده اجيب لون كويس. الناحيه دي، الناحيه ديت سيسكو بتقول لك يا اما تدخل السيرفيس بلوك روتس تبقى كلها واصله على الجلوبال راوتنج تيبل، او تعملوا في ار اف لوحده للشيرد سيرفيسز. طيب سيسكو بتريكومند ايه؟ على الجلوبال راوتنج تيبل، وتريح دماغك، علشان كل في ار اف جايه تقدر ان هي على طول تخش تكونكت بالجلوبال راوتنج تيبل. ولو انت عاوز والله ممكن بفي ار اف برضه، مش هتضر يعني، بس هتبقى اصعب شويه في الكونفجريشن. تمام؟ اوكي. طيب والبوليسي نعملها ازاي؟ والله البوليسي انت عندك هنا الايس، هنا بقى الفيوجن راوتر دوت. قبل ما اجي لك لحته الايس، الفيوجن راوتر ده المفروض انه بيعمل انتر في ان، يعني من في ان لفي ان. طب انا شعرفني ان ده اصلا مسموح بيه؟ بلاش. انا ساعات ممكن يبقى عندي هنا داتا سنتر، سوري، ممكن هنا يبقى عندي داتا سنتر، والداتا سنتر ديت فيها اي سي اي، الاي سي اي برضه بيقدر يتكلم بحاجه شبه الاس جي تي. فممكن انا عاوز البوليسي اند تو اند، من اول الهوست لحد السيرفر اللي في الداتا سنتر. ساعتها انا بحتاج ان الفيوجن راوتر دوت يعمل، يبقى هو كمان بيفهم اس جي تي عشان يقدر يمنتين البوليسي. ساعتها بعمل ايه؟ بخليه كونكت بالايس، وبشغل الاس اكس بي لو تفتكروا، لو مش فاكروا ارجع له تاني، اللي هو الاس جي تي اكستشينج بروتوكول. يقدر ان هو بقى هنا الايس يدي الفيوجن راوتر كل البوليسز والاس جي تيز اللي عندي، ويبقى كده الفيوجن راوتر دوت اس جي تي اوير وبوليسز اوير، ويبقى كده البوليسي بتاعتي تقدر تكمل اند تو اند زي ما انا عاوز. اوكي. طيب في اي ديزاين اوبشنز مختلفه للفيوجن راوتر؟ اللي هو ايه؟ انا ممكن بدل الفيوجن راوتر اعمل فاير وول. طيب ايه الميزه؟ بص، لو انت عندك فيوجن راوتر وعاوز اهتمامك الاساسي بالانتر في ان كوميونيكيشن، احسن لك تجيب فاير وول. ليه؟ الفاير وول السكيورتي عليه اعلى بكتير واسهل بكتير انك تعمل لها كونفجريشن. طيب بس اتاكد ان الفاير وول بتاعك بيسبورت الزونز. ايه الزوننج دوت؟ هو الحاجة equivalent للفي ار افس بس على الفاير وول. اوكي، فتأكد ان الفاير وول بتاعك بيسبورت الزونينج، وطبعا بيسبورت الاس جي تي. سيسكو كده كان ليها لستة كنت شفتها للفاير وولز اللي بتسبورت، ديت من ضمنها بالو التو وفورتي نت وفورتي جيت، وطبعا الفاير وولز بتاعت سيسكو. اوكي، وفي يعني في فيندورز تانيين بس مش فاكرها. فهنا نفس الكلام في الداتا بلين بقى، هتتكلم في ار اف لايت ما بينك وما بين الفاير وول، لانه في النهايه هو الفاير وول بيفهم الفي ار افس.
وهنا بقى كمان الفاير وول بيفهم الاس جي تيز، سوري انواع الفاير وولز اللي انا قلتها ديت مش اللي بتفهم الزوننج، لا اللي بتفهم الاس جي تيز، لان الاس جي تي ده بتاع سيسكو. بس طبعا كل دولت برضه بيفهموا زوننج، واكتر منهم بيفهموا زوننج، يعني الزوننج اصلا كونسبت مشهور في الفاير وول. لكن امثله الفاير وولز اللي انا قلتها لك ديت الحاجات اللي بتفهم الاس جي تيز. وطبعا الفاير وول دوت كونه بيفهم الاس جي تي فيقدر يوصل بالاس اكس بي او البي اكس جريد مع الايس، ويقدر ان هو يسحب منه البوليسز، ويقدر ان هو يفلتر الترافيك بيزد على الاس جي تي بوليسي. اوكي تمام. طبعا الوان كونكتيفيتي بقى with rest of the company ديت اوريدي احنا قلناها بس نراجعها بسرعه. هو خلاص زي ما احنا قلنا عندي بوردر، عندي فيوجن راوترز وهي اللي موصلاني بيه الانترنت. اوكي وساعتها انا بشتغل معاها ام بي بي جي بي او اي جي بي، طبعا ريكومندد ام بي بي جي بي. و ليه ريكومندد ام بي بي جي بي برضو؟ بص هنا هو مركز على ايه؟ مركز على حته ان انت عاوز فيوجن راوتر للوان بس، مش هيعمل انتر في ان كونكتيفيتي. طبعا ده ما بيحصلش، لو هو للوان بس اقدر اشغل اي جي بي، لكن فعليا انا بحتاج الفيوجن راوتر زي ما قلت الحاجتين انتر في ان والوان. فلو انا عاوز الاثنين لا لازم هنا ام بي بي جي بي، لان الام بي بي جي بي هيقدر ينقل الروتس، ويقدر عشان بيفهم الار تي والار دي فيقدر ان هو كمان يعمل روت ليكنج ما بين الفي انز وبعضها او في ار افس وبعضها. واللي اشتغل قبل كده ام بي ال اس في بي ان هيبقى فاهم الكلام ده كويس قوي يعني. وطبعا هنا في الداتا بلين انا ممكن اشتغل، لو انا ما عنديش فيوجن اصلا، لو انا اصلا ما عنديش فيوجن خلاص وانا مستخدم هنا راوترات اس بوردر اقدر بقى اشتغل اي بي سيك او ام بي ال اس او وات ايفر. بس زي ما قلت لك الثلاثه سلايدز دولت هما بيشرحوا في حاله ان انا ما عنديش فيوجن. لكن ستيل زي ما احنا قلنا الريكومندد ايه؟ ان يبقى عندي فيوجن، وان اشغل مع الفيوجن دوت ام بي بي جي بي. يبقى انا كده ضمنت ان انا عندي كل الكابابيلتيز بتاعت الفيوجن راوتر. لو عندك اي اسئله اكتبها لنا تحت في الكومنتس. شكرا جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام عليكم.